بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه سورة آل عمران، سورة آل عمران سميت بذلك لأن الله سبحانه ذكر فيها بيت آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. وآل عمران فيهم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والسورة في مجملها محاجة للنصارى، ففيها 83 آية من أولها كلها في محاجة النصارى، لأنها نزلت في النصارى الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجران. وفيها أيضا عن اليهود وما حصل منهم من تحريف لكتاب الله وكفر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا رد على المشركين من عبدة الأوثان الذين ليس لهم كتاب، فهي سورة عظيمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فهي مدنية. وقد جاء في فضلها أنها تأتي يوم القيامة هي وسورة البقرة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير هاجان عن صاحبهما. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم،
افتتحها الله سبحانه بما افتتح به سورة البقرة بالحروف المقطعة الألف واللام والميم، كما افتتح غيرها من السور بالحروف المقطعة، وهذا موجود بكثرة في سور القرآن. قد اختلف العلماء في تفسير هذه الحروف أو ما هو المراد بهذه الحروف المقطعة، حروف هجائية ألف لام ميم، ما الحكمة في افتتاح السورة بها؟ بعض العلماء يقول الله أعلم بمراده فيفوضها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبدي فيها رأيا. بعض العلماء والبعض الآخر من العلماء يقول إنها إشارة إلى إعجاز القرآن، لأن القرآن كلام مركب من هذه الحروف وأمثالها التي تتخاطبون بها، فإذا كنتم تزعمون أن القرآن ليس من عند الله وأنه من كلام محمد، ومحمد بشر مثلكم، فعليكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، فإن أتيتم بمثله هذا دليل على أنه من كلام محمد، وإن عجزتم هذا دليل على أنه من كلام الله. وقد عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور أو بمثله كله، عجزوا عن هذا، فدل هذا برهان على أن القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله لا أحد يأتي بمثله، معجز. هذا الرأي الثاني في هذه الحروف المقطعة أنها إشارة إلى إعجاز القرآن. وذلك لأن الله لا يخاطبنا بشيء لا نفهم معناه، الله أمرنا بتدبر القرآن كله ولم يستثني شيئا، فدل على أن هذه الحروف لها معنى، أن هذه الحروف لها معنى، وهو ما ذكره هؤلاء العلماء، معناها التحدي والإعجاز. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، وكل ما عبد من دونه فهو باطل. هناك معبودات كثيرة لكنها بالباطل، والمعبود بالحق هو الله جل وعلا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وليس معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هناك معبودات كثيرة غير الله سبحانه وتعالى، وإنما لا معبود بحق، إذا قلت بحق
صح المعنى وبطل كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وبعضهم يقول لا إله أي لا إله موجود إلا الله، وهذا أشد ضلالا من الذي قبله. هناك آلهة موجودة غير الله تعبد من دون الله ولا تزال، فهذا إنكار لشيء موجود. فلا بد أن تقيد بهذا القيد، لا إله بحق أي لا معبود بحق، أو لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، يكون هذا مقدر في الكلام. لا إله أي لا معبود، الإله معناه المعبود من الإلهية وهي العبادة، وأله معناه عبد، والوله معناه الحب، معناه الحب، والمؤمنون يحبون الله ويعبدونه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، الحي القيوم، ذكر اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى، ذكر ثلاثة أسماء: الله الحي القيوم، ثلاثة أسماء من أسمائه سبحانه وتعالى. فالإله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يعتريها سنة ولا نوم ولا موت، حياته دائمة وكاملة لا يعتريها نقص. الإنسان حي، الحيوانات حية لكنها تموت، لكنها تنام. الله جل وعلا حياته كاملة لا تنقطع، الحي الذي لا يموت في الآية الأخرى: توكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. ولا يعتريها نوم أو نعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة النعاس، والنوم هو النوم المستغرق، لأن هذا نقص في الحياة ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا زوال. القيوم أي القائم بحوائج عباده سبحانه وتعالى، قائم على عباده بما يحتاجون إليه من الحفظ والصحة والرزق والإحياء والإماتة وشفاء المرضى، فهو قائم على عباده سبحانه وتعالى بكل ما يحتاجون إليه. أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فالله هو المتكفل، القيوم المتكفل بشؤون مخلوقاته سبحانه وتعالى، يدبرها ويرزقها ويمدها، فهو قائم بجميع حوائج خلقه سبحانه وتعالى. فقيوم صيغة مبالغة من قام يقوم، وقرئ القيام، القيام بمعنى القيوم سواء، كل صيغة مبالغة. قال العلماء:
كل صفات الذات ترجع إلى الحي، الحي القادر السميع البصير، كل صفات الذات ترجع إلى الحي، وكل صفات الأفعال ترجع إلى القيوم. الله جل وعلا له صفات ذاتية وله صفات فعلية. الصفات الذاتية مثل السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، والصفات الفعلية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والمشيئة وغير ذلك. فهذان الاسمان ترجع إليهما جميع أسماء الله وصفاته. فلذلك جاء في الحديث أن هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران، قالوا هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به بحضور قلب وإنابة وإيمان فإن الله يستجيب للداعي به، الحي القيوم. نزل عليك الكتاب، هذا من قيوميته سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب هداية لعباده، هذا من صفات الأفعال. أنزل عليك الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنزل عليك الكتاب أي القرآن، فالقرآن من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلامه جل وعلا. وأنزل، الإنزال يكون من العلو، والله جل وعلا في العلو، أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بواسطة جبريل عليه السلام، جبريل تلقاه عن الله وتحمله عن الله ثم بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام على قلبك، أي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو القرآن، أنزل عليك الكتاب بالحق، القرآن حق، وما جاء به حق، هو حق من عند الله لا مرية في ذلك إلا عند الكفرة والكذابين، وإلا فكل مؤمن وكل عاقل يقطع بأن هذا القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. أنزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب، نزل غير أنزل، أنزل جملة واحدة، وأما نزل فهو شيء فشيء. القرآن تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا بحسب الوقائع والحوادث ولأجل التسهيل على الأمة، لأنه لو نزل القرآن جميعا في وقت واحد بأوامره ونواهيه وطلب من الأمة أن تعمل به جميعا شق ذلك عليها أو لم تقدر، ولكن الله جل وعلا ينزله شيئا فشيئا. ولذلك لما قال المشركون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة رد الله عليهم
قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي متتابعا ومنجما على حسب الوقائع. بدأ إنزال القرآن في مكة حينما أتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقال له اقرأ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم تتابع القرآن نزول القرآن في 23 سنة، في 23 سنة، 13 في مكة وعشر سنين في المدينة. والقرآن يتنزل شيئا فشيئا على محمد صلى الله عليه وسلم: نزل عليك الكتاب بالحق، وكله حق لا مرية فيه، ويتضمن الحق والعدل والحكم بين الناس. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي لما سبقه من الكتب التوراة والإنجيل، مصدقا لما بين يديه أي ما سبقه من الكتب، وذلك لأن الله ذكر صفات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، وذكر صفة أمته، فنزل القرآن يصدق ما ذكره الله في التوراة والإنجيل، مطابق لما ذكره الله في التوراة والإنجيل. ولهذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. من أين عرفوه؟ ما ذكره الله في التوراة والإنجيل، مصدقا لما بين يديه. وأنزل التوراة وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. هذه الثلاثة الكتب هي أعظم كتب الله عز وجل. وذكر التوراة والإنجيل لأن الكلام والمجادلة مع اليهود والنصارى، والتوراة كتاب اليهود والإنجيل كتاب النصارى. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل إنزال القرآن. فليس إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بغريب، لأن الله أنزل قبله التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، فهي سنة إلهية، هي سنة إلهية ماضية. فلا وجه لإنكار القرآن. كيف تنكرون القرآن وأنتم تعلمون أن الله أنزل التوراة على موسى، وتعلمون أن الله أنزل الإنجيل على عيسى، فكيف تنكرون إنزال القرآن وأنتم تعلمون أن القرآن حق؟ لكن الحسد والكبر هو الذي
حمل اليهود والنصارى على الكفر بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أنكروا الوحي. قال الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. الذي أنزل التوراة وأنزل الإنجيل هو الذي أنزل القرآن، هذه سنة الله جل وعلا، أنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي قبل القرآن، هدى للناس. التوراة والإنجيل فيهما هدى للناس في وقتهما، في وقتهما كان هدى للناس، فلما جاء القرآن صار ناسخا لما سبق وصار هو الهدى إلى أن تقوم الساعة. هدى للناس كما قال في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، هدى للمتقين. وقال في أثناء السورة سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس. فالحكمة من إنزال التوراة وإنزال الإنجيل وإنزال القرآن وسائر الكتب هي لأجل هداية الناس إلى الحق وردهم عن الباطل. وأنزل الفرقان، الفرقان هو الفصل بين الحق والباطل، هذا هو الفرقان، الفصل بين الحق والباطل والتفريق بين الهدى والضلال والكفر والإيمان، هذا هو الفرقان. والفرقان من أسماء القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فالفرقان من أسماء القرآن. وكذلك التوراة والإنجيل يوصفان بأنهما فرقان، أي فارقة بين الحق والباطل. ثم توعد الذين يكفرون بآيات الله إن الذين كفروا بآيات الله، كفروا بآيات الله جحدوها وأنكروها لهم عذاب شديد لا يعلم شدته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم كذبوا بآيات الله، الذين كذبوا كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لا يعلم شدته إلا الله، لأنها قامت عليهم الحجة أنكروها فصاروا أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم، فهم عصوا الله على بصيرة وعن علم فهم أشد عذابا من غيرهم. الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز، أي قوي منيع لا يغالب سبحانه وتعالى، ذو انتقام، ذو انتقام ينتقم ممن عصاه وخالف أمره وكذب بآياته، فإن الله ينتقم منه سبحانه وتعالى، لا يترك الله الكفار يكذبون بآيات الله ويستهزئون برسل الله
ويسخرون من الدين لا يتركهم سبحانه وتعالى. والله عزيز ذو انتقام، هذا تحذير للذين يكذبون بالقرآن، إما أنهم يكذبون بأصله ونزوله من عند الله، أو يكذبون أخباره التي أخبر بها عن الماضي والمستقبل والجنة والنار، أو يكذبون بأحكامه وأوامره ونواهيه، أو يكذبون ببعضه، من كذب ببعضه فهو مكذب به كله، ولو آية واحدة، من كذب بآية واحدة أو بحرف من القرآن فإنه كافر بالقرآن كله، وعليه هذا الوعيد: الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ثم قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله الذي أنزل هذا القرآن يعلم من يعمل به ويصدقه، ويعلم من يكذب به ويترك العمل به، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، أي شيء صغير أو كبير، ظاهر أو باطن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فلا يظن الذين يكذبون بآيات الله ويكفرون بها ويستهزئون بها، لا يظنون أن الله لا يعلم حالهم ولا يطلع عليهم، بل هو رقيب عليهم سبحانه وتعالى. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والسماء ما علا وارتفع، ويطلق السماء على السماوات المبنية وهي السبع طباق. السماء له إطلاقان: يطلق ويراد به ما علا وارتفع، ويطلق ويراد به السماوات المبنية الطباق السبع. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا فيما بين السماء والأرض، ولا في البراري ولا في البحار والقفار، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، علمه محيط بكل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء، مهما حاولت أن تستر أفعالك أو تصرفاتك عن الله جل وعلا وتكون في أي مكان، إن الله يعلم ذلك كله، عنده سوى سبحانه وتعالى، القريب والبعيد، ولا يحجب علمه شيء، ما لا يحجب علمه شيء سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلى المسلم أن يخاف من الله وأن يراقب الله جل وعلا، لأنه لا يخفى عليه، سواء كان مع الناس أو كان مختفيا وحده، فإن الله يعلم جميع أحواله، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، صوركم
في الأرحام، أن يخلقكم في أرحام أمهاتكم، خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يطلع الله على الأجنة في البطون ويعلم أحوالها ويصرفها سبحانه وتعالى، فكيف لا يعلم المولود والإنسان على الأرض، كيف لا يعلم هذا؟ والذي يصوركم أن يخلقكم ويوجد صوركم في الأرحام، أرحام أمهاتكم، كيف يشاء؟ يخلق النطفة كيف يشاء، كاملة أو ناقصة، أو شقي أو سعيد، أو مؤمن أو كافر، يعلم أحوال هذا الجنين وماذا يكون له وماذا يعمل إذا ولد ومدة أجله، يعلم سبحانه وتعالى أحوال هذا الجنين. هو الذي يصوركم في الأرحام. هل أحد يخلق الأجنة في البطون إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد من الخلق. ولذلك قد يحصل بين الذكر والأنثى اتصال ولا يحصل حمل، وقد يحصل اتصال ويحصل حمل، وش الفرق بين هذا وهذا؟ إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله جل وعلا. الله جل وعلا هو الذي يريد ويقدر خلق هذا الجنين، أو يقدر أنه لا يكون منه، ما لا يكون منه مخلوق، يذهب الماء ولا يكون منه مخلوق. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يشكلهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف في خلق الأجنة في بطون أمهاتها. ثم من هو الذي يغذي هذا الجنين في بطن أمه وهو منعزل عن العالم في ظلمات ثلاث؟ من الذي يوصل له الغذاء ويمده بالحياة والصحة وينميه إلا الله سبحانه وتعالى؟ يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ذكر أو أنثى، كاملا أو ناقصا. المواليد بعضهم ناقص بعضهم كامل، كيف يشاء سبحانه وتعالى، حيا أو ميتا، شقيا أو سعيدا، غنيا أو فقيرا، معمرا أو غير معمر، كل هذا بعلم الله سبحانه وتعالى. صوركم في الأرحام كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، أي نقطة مني، نقطة مني، نطفة في قرار مكين وهو الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، علقة يعني دم، فينقلب المني إلى دم، الماء هذا يصير دم. من اللي يصرفه كذا؟ حول الماء إلى دم، هذا هو القادر على كل شيء. ما جعلناه نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهو آدم عليه السلام،
ثم جعلناه نطفة في قرار متين، ثم خلقنا النطفة علقة يعني نقطة دم تعلق باليد، ثم خلقنا المضغة فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة لحم، تحول الدم إلى لحم، تحول الدم إلى لحم أطوار، والله خلقكم أطوارا. ثم فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، المضغة قطعة اللحم تحولت إلى عظام وعروق وحواس وسمع وبصر ولحم وعظم، هذه قدرة القادر سبحانه وتعالى. خلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لو تجمع أهل الأرض كلهم والأطباء والخبراء على أنهم يعملون هذه العمليات ما استطاعوا، ما يستطيعون بخبراتهم وطبهم ومهاراتهم أنهم يحولون النطفة إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، والمضغة إلى عظام، ثم يكسون العظام باللحم، ما يقدرون على هذا. هذا من اختصاص الله. ثم نفخ الروح فيها، نفخ الروح فيها تكون حية في الطور الرابع، في الشهر الرابع يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيتحرك. من الذي يتولى هذا الشيء وينظمه؟ هو الله جل وعلا، هو الذي يصوركم في الأرحام. كيف تكفرون بالله وتعاندون الله وتخاصمون الله عز وجل وهو القادر على كل شيء، الذي خلقكم ورقاكم وطوركم، كيف تعصونه وتكفرون به سبحانه وتعالى؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، هذه هي النتيجة. النتيجة أن الذي قدر على هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الأصنام والأوثان والأولياء والصالحين والموتى الذين يدعونهم من دون الله لا يستحقون العبادة لأنهم لا يقدرون على شيء. العبادة للقادر على كل شيء، الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هو الذي يستحق العبادة. لا إله إلا هو، عرفنا معنى لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه، وكل معبود سواه فهو باطل. العزيز القوي الذي لا يغالب ولا يقهر سبحانه وتعالى، العزيز الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، والحكيم الحكيم بمعنى ذو الحكمة، بمعنى ذي الحكمة، أي الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها ولا يضع شيئا في غير موضعه اللائق، والحكيم بمعنى المحكم للأشياء، المحكم للأشياء المتقن لها سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى، هذا هو الحكيم سبحانه وتعالى، ذو الحكمة والمحكم للأشياء المتقن لها سبحانه وتعالى. فهذه الآيات من مطلع هذه السورة فيها تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فيها أنواع التوحيد الثلاثة: الله لا إله إلا هو،
الحي القيوم، هذا توحيد الأسماء والصفات. هو الذي يصوركم في الأرحام، هذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية. ففيها أنواع التوحيد الثلاثة في هذه الآيات. فأين الذين يقولون تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، هذا غلط وهذا بدعة، التوحيد شيء واحد؟ هؤلاء لا يفقهون ولا يتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى. والذين قسموا التوحيد إلى ثلاث أقسام لم يجيئوا بشيء من عندهم، وإنما أخذوه من كتاب الله عز وجل، أخذوه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتدبر كلام الله. ليس المقصود أنك تقرأ القرآن وتختمه في الشهر أو في الأسبوع أو في 10 أيام أو 3 أيام أو يوم، هذا ليس هو المقصود. المقصود التدبر، تدبر في كلام الله واستخراج المعاني والدلالات منه والاعتبار. وما التلاوة إلا سبيل ووسيلة إلى التدبر، ثم التدبر أيضا وسيلة للعبادة، وسيلة للعمل. أولا تعلم القرآن، ثانيا تلاوة القرآن، ثالثا تدبر القرآن، رابعا العمل، العمل بالقرآن. هذا كله مطلوب منا، كل هذا مطلوب منا نحو القرآن من أجل أن ننتفع به. أما مجرد التلاوة وتحسين الصوت والتجويد هذا شيء طيب، لكن ليس هو المقصود، هذا وسيلة، وسيلة إلى المقصود هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق، السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما حكم الذين يأتون بالتمائم ويلقونها عند الكعبة؟ بأنني وجدت تميمة أمام باب الكعبة وفتحتها ووجدت فيها بعض الأوراق ومكتوب عليها: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقول وأفوض الله عني، ما حكم ذلك؟ كتابة التمائم وتعليق التمائم أمر لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك، لأنه وسيلة إلى الشرك، لأن الذي يعلق التميمة يعتمد عليها ويظن أنها هي التي تسبب له الخير، تطرد عنه الشر، وينسى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له أمره. وفي رواية: ومن تعلق تميمة فقد أشرك، أشرك بالله، لأنه اعتمد على التميمة وظن أنها هي اللي تدفع عنها الضرر وتجلب له الخير.
هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه إهانة للقرآن، إهانة للقرآن أنه يكتب ويلقى في مكان وقد يوطأ وقد يدخل به المحلات القذرة دورات المياه، هذا فيه إهانة للقرآن، تعريض القرآن للإهانة. والقرآن ما أنزل ليجعل تمايم، أنزل ليقرأ ويعمل به، ويعمل به ويستفاد من معانيه، ما أنزل ليكتب تمايم ويعلق على الرقاب أو على الدواب أو على السيارات أو على أو عاد ما ندري إيش القصد من إلقاء عند الكعبة، هل هو سقطت منه التميمة ولا درى، أو أنه قاصد وضعها عند الكعبة فيظن أن الكعبة أيضا فيها نفع له وفيها دفع للضرر عنه. أن الكعبة بيت الله، محل عبادة ومسجد صلى فيها، ولا يطلب منها شيء، ما يطلب من الكعبة شيء، وإنما يطلب من الله جل وعلا. نعم. تقول السائلة: امرأة نفساء طهرت قبل الأربعين فبقيت أسبوعا كاملا لم تصلي جهلا منها، معتقدة أنها تبدأ في الصلاة بعد الأربعين، فماذا يجب عليها؟ هل تقضي الصلوات الفائتة؟ بلا شك يجب عليها قضاء الصلوات التي مرت عليها وهي طاهر من النفاس، يعني انقطع عنها دم النفاس ولو كانت في الأربعين. إذا انقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي ولو كانت في الأربعين. وكونها تركت الصلاة تظن أنه ما عليها صلاة إلا بعد الأربعين، هذا غلط، عليها قضاء الصلوات كلها التي تركت. نعم. يقول: هناك بعض الدعاة في بلادنا يقولون أن الولي يستطيع أن يخلق الأجنة في بطون أمهاتها، بل هناك داع ذاع صيته عبر القنوات يقول ذلك، فما هو القول الصحيح وكيف الرد على هؤلاء؟ هذا القول ما قاله المشركون من قبل، ما قاله أبو جهل ولا أبو لهب، ما قالوا إن هنا أحد يخلق الأجنة في البطون غير الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. يعني سألتهم يعني المشركين عبدة الأوثان، لو سألتهم من خلقهم ليقولن الله سبحانه وتعالى. وهذا زاد شركه على شرك المشركين الأولين، اللي يقول أن الأولياء يخلقون الأجنة في البطون زاد شركه على شرك أبي جهل وأبي لهب والعياذ بالله. نعم. يقول: هل من نصيحة للذين يخصصون ليلة الإسراء والمعراج بالعبادة، وما حكم عمرة الرجبية؟ شهر رجب من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم الأربعة، منها أربعة حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، فليس له مزية إلا أنه من الأشهر الحرم الذي يحرم فيها القتال فقط. أما أنه يخص بعبادة دون غيره من الأشهر هذا بدعة، لأنه لم يرد في تخصيصه شيء، وليس له مزية على غيره من الشهور، لا بصلاة ولا بصدقة ولا بصيام ولا غير ذلك، هو كسائر الشهور. والإسراء والمعراج لم يثبت أنه في رجب، ولو ثبت أنه في رجب لا نحدث شيئا ولا نحتفل بليلة اللي يزعم أنها ليلة المعراج، الإسراء والمعراج، هذا بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل، ولا خلفاؤه الراشدون ولا الصحابة ولا القرون المفضلة ما كانوا يحتفلون في رجب بالإسراء والمعراج، هذا كله من البدع المحدثة. قد قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. ما حكم من يصيد الحمام والطيور في مكة وهو يعلم بحرمتها ثم تاب إلى الله
وإذا كان لا يستطيع أن يذبح عن كل حمامة شاة فماذا عليه؟ يحرم قتل الصيد الطيور أو غيرها في الحرم، يحرم ذلك، وإذا فعل ففيها الفدية، كل شيء بحسبه على حسب ما ورد في تقديرها عن السلف. فجزاء مثل ما قتل من النعم، من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والحمامة فيها شاة، الحمامة فيها شاة. إذا كان ذبح حماما في داخل حرم مكة في الأميال، داخل الأميال، فعليه عن كل حمامة شاة تبقى في ذمته متى ما قدر يعملها، متى ما قدر يعملها تبقى دين في ذمته. نعم. ما مقدار إطعام المسكين؟ وهل إذا اشتريت ربع دجاجة مع الأرز يعتبر إطعام؟ إطعام المسكين ما يشبعه، إطعام المسكين ما يشبعه غداء أو عشاء، إذا قدمت له الطعام الجاهز بقدر ما يشبعه. وأما إذا قدمت له الكيل نصف صاع، إذا قدمت له الكيل فإطعام المسكين نصف صاع، يعني كيلو ونصف من الرز أو غيره. نعم. تقول سماحة الشيخ، ما المقصود بالباءة في حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ هل هي الاستطاعة المالية أم الجسدية؟ الباءة المراد بها تكاليف الزواج، تكاليف الزواج، إذا كان يستطيع تكاليف الزواج عنده المهر ويخاف على نفسه من الفتنة يجب عليه يتزوج. إذا كان ما عنده شيء يتزوج عليه بالصيام، لأن الصيام يحميه من الفتنة ومن الشهوة، لأنه يضعف شهوته. نعم. ما الحكم في الرجل الذي لا يقول إن شاء الله في أموره كلها، وإذا سمع من يقول إن شاء الله يغضب؟ هذا يعتبر أنه معتمد على نفسه ولا يعتمد على الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يقول إن شاء الله. الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول إن شاء الله، فكيف بغيره؟ وكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء ويريد سبحانه وتعالى. فإذا قلت إن شاء الله فهذا فيه توكل على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هل عند الانتهاء من الشوط السابع في الطواف أو السعي أكبر؟ نعم، تختم بمثل ما بدأت به، تختم بالتكبير عند الحجر مثل ما بدأت بالتكبير عند الحجر، وكذلك على المروة تختم بالدعاء والذكر فوق المروة في آخر شوط مثل ما بدأت. نعم. يقول عزمت وعقدت النية أن أعتمر عمرة وأهدي ثوابها للشيخ ابن عثيمين، فهل هذا جائز وهل يعتبر غلوا في الشيخ رحمه الله؟ هذا جائز وليس غلوا، هذا لا بأس به. طيب، اهدى ما ورد الدليل به من الأعمال الصالحة مثل الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذا وردت به الأدلة، لا يعد هذا من الغلو، إنما هذا من نفع أخيك، من نفع أخيك الميت. نعم. ما الحكم في من يصلي ويصوم لكنه بخيل مع أسرته في الإنفاق؟ هذا فعل خيرا وفعل شرا، فعل خيرا في أنه يصلي ويصوم، وفعل شرا في أنه يبخل على أولاده وعلى أهل بيته بالنفقة، والنفقة حق لهم عليه، واجب عليه، لا يبخل عليهم بها، لأن حق واجب عليه. نعم. يقول
ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على زيادة إيمانه؟ تلاوة القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا أنزلت سورة منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فتلاوة القرآن تزيد في الإيمان، وذكر الله يزيد في الإيمان، كل الأعمال الصالحة تزيد بالإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه قاعدة. نعم. تقول: ما معنى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ بنيناها بأيد أي بقوة، الأيد المراد بها القوة هنا. واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة، وأيدناه بروح القدس يعني قويناه، قويناه. نعم. يقول: أنا طالب علم وأريد أن أقرأ الفقه، وما هي الكتب التي تنصحونني بها؟ إن كنت تدرس الدراسة النظامية فالكتب هي المقررات التي قررت على المراحل الدراسية، تعتني بها فقه وتوحيد ولغة وحديث وما إلى ذلك من العلوم. أما إن كنت تقرأ على المشايخ، المشايخ هم اللي حددون لك الكتب التي تقرأها عليهم. نعم. هل يجوز إعطاء زكاة مالي لأولاد أخي الذين هم أيتام؟ إذا كان ليس لهم مال، إذا كان ليس لهم مال وهم بحاجة فلا مانع أن تعطيهم، بل هم أولى، لأن الصدقة على القريب عن صدقتين، تكون عن صدقة وعن صلة، صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سوف نسافر إن شاء الله إلى بلدنا بعد صلاة الظهر وقبل العصر، فهل يجوز لنا أن نجمع الظهر والعصر؟ إن كان قدومكم قريبا يعني دون 4 أيام فإنكم تجمعون. نعم. أما إذا كنتم مقيمين في مكة مدة طويلة، أيام أكثر من 4 أيام فلا، لأن السفر ما يبدأ إلا إذا خرجتم من البلد وأنهيتم الإقامة. نعم. امرأة خببت امرأة أخرى على زوجها، فماذا عليها من العقاب؟ في الحديث: ملعون من خبب امرأة على زوجها. فتخبيب المرأة، إفساد المرأة على زوجها، تنفيرها منه، هذا يوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا، عليها التوبة إلى الله وأن تصلح بين الزوجين بدل ما أفسدت بينهما، وتتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا. نعم.